أصدقائنا متابعين قناة من أسهم جديد، السلام عليكم. إذن لاباس عليكم، بخير وعلى خير، طمو الله تكونوا في أحسن الأحوال. فيديو ديال اليوم إن شاء الله على برج الناظور، المعلمة التاريخية اللي كتوجد في الديد الأسفي، في شمال الديد الأسفي، على بعد تقريبا 7 كيلومتر. قبل ما نخليكم مع المشاهد، نذكركم بأن التاريخ الصوتي بالمناظر الخلابة والتعرف على تاريخ المدينة. يعد برج الناظور معلما تاريخيا مهما في مدينة أسفي، ويعكس تاريخ المدينة وحضارتها.